باسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. بصراحه يعني هو صعب الواحد يتكلم في وجود قدس ابونا يعقوب لانه هو ابويا وتاج راسي، لكن هو يصلي لي بقى ويبعت كلمه، ربنا يبعت كلمه عن تفتح الفم. يعني بصراحه موضوع النهضه، ربنا يعوض قدس ابونا يعقوب، موضوع شيق جدا، وانا ملقى بص اقول يعني ارشاد الروح القدس فيه حلو قوي ومواضيع ظريفة وآيات جميلة. ربنا يعوض قدس أبونا يعقوب ويديم الكهنوت لسنين عديدة وأسمنا سالمة مديدة. عايزين نتكلم مع بعض النهاردة في آية اسمعي يا ابنتي انظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك لأن الملك قد اشتهى حسنك. هبتدي ببداية كده صغيرة كده زي ايه، زي ما يقولوا كده تمهيد كده صغير. تخيل كده هوت حضرتك وحضرتك، جه الملك وقال لكم ايه، انا عايز ارتبط بيكم، انا عايز ارتبط بيكم. طبعا كلنا هنقول ايه، هنتخط كده ونرجع لورا ونقول معقوله انت عايز ترتبط بيا انا بجد انت انا عايز ارتبط بيك انت. ومش اي ملك، ده ملك الملوك ورب الارباب. تخيلوا ان هو بيهتم بكل نفس بشرية، كل واحد لوحده، كل واحدة لوحدها عريس للنفس البشرية. يعني حضرتك وحضرتك عروس مخصوصة للسيد المسيح، لملك الملوك ورب الأرباب. وبيقول لك أنا طالب منك طلب صغير قد كده هوت، أنت تأمر يا رب. يعني لسه النهاردة كنت بقرأ في حكاية داود لما راحت كان هي ينزل على نبال الكرملي علشان طلب منه عطية ومرضيش، وكان لسه هينزل. فبعدين جت أبيجايل الشاطرة وبحكمتها قالت له إيه، ما تنتقمش لنفسك، وقدمت له هدية. وبعدين راح ربنا سمح بانتقال نبال، فهو راح يطلب إيد أبيجايل فبعد عبيده. فترد أبيجايل الحكيمة تقول إيه، أنا خدامة لغسيل رجلين عبيد داود. نبيل ابتدى أبيجايل بتقول أنا خدامة لغسيل رجلين عبيد داود. ده داود رب المجد عايز يخطبك ويخطبك ليه، عايزك أنت عروسة ليه. فبيقول لك ليه طلب صغير بس، ممكن تسمعي لي، ممكن تسمعي لي. هقول يا رب انت بتكلمني انا وتقول لي اسمعي لي، انا عايزك تسمعني، عايزك تسمعني. انسي شعبك وبيت ابيك والحاجات اللي شغلاكي واسمعيني، نفسي تسمعيني. وانت لو سمعتي لي هدخل جوه القلب النفس البشرية دي واملها محبة واملها حاجات حلوة وفرحها على طول. بس المطلوب حاجة صغيرة، ممكن تسمعي لي. وعلشان كده الموضوع بيتكلم على انفصالات ضرورية وتبعية لصيقة، انفصالات ضرورية وتبعية لصيقة. يعني علشان ندخل في عمق عشرة ومحبة كده مع ربنا محتاجين نسيب ايه، محتاجين نعمل ايه علشان ندخل في عشرة مع ربنا، انفصالات ضرورية وتبعية لصيقة. علشان اسهل عليكم الموضوع انا بصراحة ملخصه في ثلاث نقط عشان نطلع حافظين على قد ما نقدر. النقطة الاولانية اسمها انفصالات ضرورية، اسمها ايه؟ النقطة التانية اسمها تبعية لصيقة. طب وبعدين النقطة الثالثة تبقى ايه؟ مكافأة الهية، مكافأة الهية. يعني انا هتبع الموضوع كده وبعدين ايه اللي هطلع بيه، تمام؟ مكافأة الهية. عايزين نتكلم على الثلاث نقط دولت بسرعه، ربنا يبعت كلمه، ونحاول على كل نقطه كانت ندي حكايه او اتنين عشان يبقى الموضوع ايه شيق كده شويه. يبقى اول حاجه انفصالات ضروريه، تاني حاجه تبعيه لصيقه، تالت حاجه مكافاه الهيه. نبتدي اول نقطه انفصالات ضروريه. تفتكر ايه اللي انا محتاج ان انا انفصل عنه؟ طيب انا بصراحه كاتب اربع نقط هقول لكم عليهم عشان برضو يبقى سهل ان احنا ايه نحفظهم، وكلهم كده فيهم شويه سجع كده يبقوا سهلين عليكم. اول حاجه اسمها
الكسل والمشغولية، اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ كسل والمشغولية. يبقى الانفصالات الضرورية اول حاجة فيها ايه؟ كسل ومشغولية، كسل ومشغولية. تاني حاجة اسمها شهوة وخطية. تاني حاجة اسمها ايه؟ شهوة وخطية، شهوة وخطية. يبقى اول حاجة كانت كسل ومشغولية، تاني حاجة شهوة وخطية. تالت حاجة اسمها عثرات مادية، عثرات مادية اللي هو حب المال يعني، عثرات مادية، عثرات مادية. اخر نقطة، اخر نقطة اسمها ذات وكرامة شخصية، ذات وكرامة شخصية، ذات وكرامة شخصية. يبقى اول نقطة انفصالات ضرورية هنتكلم على اربع نقط، ايه هي؟ كسل ومشغولية، شهوة وخطية، وبعدين عثرات مادية، عثرات مادية، واخر حاجة ذات وكرامة شخصية، ذات وكرامة شخصية. طيب نبتدي باول نقطة، علشان انفصل لازم انفصل عن الكسل والمشغولية. بصراحة 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 احكي لكم على حكاية. زمان زمان في حوالي كده سنة 1960، مش بعيد قوي يعني، جه الشيطان قعد يضرب كف على كف ويقول الانسان ده تعبني خالص، الانسان ده مجنني. ليه بس يا عم شيطان؟ مجننك في ايه الانسان؟ يقول كل شويه يقعد مع ربنا، كل شويه يقعد مع ربنا. طب وانت يعني ايه اللي مضايقك في كده؟ لا انا عايز اشغله. طب اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ ايوه اعمل له الراديو والتلفزيون. اعمل له ايه؟ الراديو والتلفزيون. وراح عمل تلفزيون حلو كده ابيض واسود، ويجيب بقى كده شويه ابيض وشويه اسود، وحاجه تشغل الانسان. وكان نشكر ربنا الارسال بيبقى فيه قناتين، قناه الاولى والقناه الثانيه، ويبقى موجود بيفتح الساعه 10 ولا حاجه، والقناه الثانيه تفتح الساعه 2، والساعه 12 يوش. وبعدين الشيطان قال ايه ده؟ ده في ولاد وحشين كده بيحبوا ربنا لسه، وبيقعدوا يسهروا مع ربنا ويقعدوا يتكلموا معاه بالليل. طب نعمل ايه؟ يظهر التلفزيون الابيض واسود والالوان مش نافع، نعمل لهم ايه؟ نعمل لهم ايه؟ دش، نعمل لهم دش. يبقى يجيب 1000 قناه يشتغلوا 24 ساعه. يبقى حتى ايه، لما كانت القناه الاولى والثانيه تعمل وش الساعه 12، نقلب على القناه ايه الاوروبيه شغاله كده. الحمد لله الانسان اشتغل شويه، وبعدين بص كده لقى لسه في ولاد وحشين بيعملوا ايه؟ ما بيتفرجوش على التلفزيون. طب نعمل لهم ايه؟ نعمل لهم الكمبيوتر والنت، يتشغلوا عن ربنا شويه. طب وبعدين؟ لا لسه في ولاد وحشين وهم رايحين الشغل بيتكلموا مع ربنا، وهم في الشغل بيتكلموا مع ربنا. طب نعمل لهم ايه؟ نعمل لهم الموبايل، سمارت فون. تبقى كات ايه وانت ماشي كده بالعربيه بتاعتك، تلاقي جنبيك ميكروباص فيه 25 واحد، كل واحد ماسك الموبايل كده عمال يعمل شات ويعمل حاجات. الكسل والمشغوليه، الكسل والمشغوليه. نقعد بقى ايه قدام التلفزيون او قدام التليفون او قدام الكمبيوتر ونتشغل خالص عن ربنا، نتشغل خالص عن ربنا، مشغوليه. وبعدين الساعة 12 خلاص استويت ولا الساعة 1 داخل انام، يوه لسه هصلي، ابانا الذي امين. مش كده؟ كسل ومشغولية، كسل ومشغولية، تمام؟ طيب بصوا بلاش نصلي النهارده، نخليها بكرة، خليها بكرة، خليها بكرة. ولما اكون سهران قدام فيلم كده جميل ابقى اعمل حسابي اروح للدرس بكرة ما اقدرش اصحى. الكسل والمشغولية. يا بنتي انسي شعبك وبيت ابيك، لان الرب اشتاء حسنك، هو ربك ولا تسجدين. سيب المشغوليه وارميها عليا زي ما بتقول الترنيمه، سيب العولة الهم وارميها على ربنا، سيب الانشغال بحاجات فاضيه وارميها عليا. اقول لكم على حاجه يا ولادي، بصوا يا حبايبي، انتوا فيكم ناس فوق العشرين سنه، وباسم الصليب يعني ربنا يديكم الصحه عقبال المليون سنة. تخيلوا كده هوت، في حاجة أكيدة ان في لحظة هنقدم فيها حساب وكالتنا،
اللحظة دي لو جت لأي واحد فيكم وبص كده على الماضي بتاعه هيقول ايه؟ هيقول يا ريتني لو حب اقول له، لو حب اقول له ايه اللي تحب انك كنت تديه نصيحة؟ هتقول ايه؟ يا ريتني ما كنت اتشغلت بالتليفون وكنت وقفت اتكلم مع ربنا، يا ريتني ما كنت كسلت وقعدت شوية مع ربنا، يا ريتني ما كنت ضيعت الوقت في كلام ملوش لازمة وقعدت مع ربنا. صدقوني لو حطينا الموضوع ده قدامك هتقدر تسيب التليفون شوية وتقعد تتكلم مع ربنا، هتقدر تسيب الانشغال شوية وتقعد تتكلم مع ربنا، هتقدر تنتصر على الكسل. يعني مرة احد الاباء بيقول ايه؟ لو انت كده داخل تنام ومكسل تصلي وبعدين بصيت كده في السقف ولقيت السقف اتفتح ونزل لك ملاك وقال لك ايه؟ يلا بينا هتسافر دلوقتي للسماء. هتروح تقول ايه؟ طب استاذنك بس 10 دقايق بس افصلي، 10 دقايق بس، 10 دقايق بس افصلي، بس هقول لربنا كلمتين بس، اقول له يا رب سامحني. مش كده؟ طب ما احنا فيها، ما انت فيها. يقول كده البابا شنودة كلمه: سكان الجحيم يتمنون لحظه من لحظات عمرك ديت يقدمون فيها توبة. تمام؟ مش هطول في النقطة أكتر من كده. هوت أول نقطة في الانفصالات التدريجية إيه؟ كسل ومشغولية. النقطة التانية اسمها شهوة وخطية. شهوة وخطية. شهوة وخطية. للأسف للأسف أحيانا بنتخدع في حاجات كتيرة. أحيانا بنتخدع في حاجات كتيرة. يعني مثلا نبقى قاعدين مع بعض نلاقي ايه؟ رجلينا جرت كده يا ابونا مش قصدنا، لساننا كده اتزحلق في شويه نميمه وايدينا كده مش قصدنا، صدقني يا ابونا هي ايدينا بس. قعدنا نجيب في سر دي ودي ودي، يقول لك يا ابونا ايه؟ يقول لك ابونا ولا يقول لك طب يا ولاد بلاش تدينوا بعض، امال هنتكلم في ايه يا ابونا؟ هو احنا نتكلم في ايه غير فلان عملت وفلان سوى؟ هنتكلم في ايه؟ شهوه وخطيه. حاولوا يا حبايبي تهربوا من خطايا اللسان والكلام الكتير، لانه بيضيع، لانه بيضيع بيضيع. يبقى احنا عايزين ننفصل عن الكسل والمشغوليه وننفصل عن الشهوه والخطيه، عن الكلام اللي ملوش لازمه. طبعا خد في دهوت معاك اذا كان في شهوه اكل، بحب اكل كتير، ونيجي لابونا ونقول له ايه؟ يا ابونا ممكن تسمح لي بحته جبنه بس الصبح، جدت جبنه في هصوم زي ما انت عايز ال 55 يوم، بس يا دوبك حته جبنه الصبح وحته جبنه بعد الظهر. يقول لك ابونا يا حبيبي ما انت باسم الصليب انت عندك 35 سنه ولا 40 سنه وتقدر يعني كويس. صدقني يا ابونا صباعي ما بقدرش احركه كده كويس، اصل انا ركبي من الخلخه كده وعايز كالسيوم، انا محتاج كالسيوم علشان خاطري، علشان خاطري. بركه الصيام ما تخليش انك تبقى عندك شهوه اكل ولا شهوه شرب ولا شهوه لبس. وطبعا ايه هنقف عند حته شهوه اللبس دي. في 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 ستات مش انتوا، انتوا حلوين، انتوا حلوين، ما فيش محل يا عيني عدوا عليه الا لازم نتفرج عليه، وبعد ما نتفرج أصلاً لقيت عليه عرض، أصلاً مش محتاجه بس لقيته حلو. حبايبي حبايبي خدوا بالكوا، أحياناً بنقع في شهوة القنية أو شهوة حب الامتلاك. إما إذا كانت هدوم، في واحدة كانت بتهتم جداً أنها تجيب شنط وجزم، في واحد تاني شهوة ساعات يحب الساعات، موبايلات نشتري أول بأول الموبايلات كتيرة. شهوة وخطية، شهوة وخطية. انفصالات ضرورية محتاجين ننفصل عن الكسل والمشغولية والشهوة والخطية. الانفصال الثالث اسمه العثرات المادية. العثرات المادية احيانا كتير يا حبايبي بيبقى اهتمامنا الشاغل هو حب المال، وده في وقت وعشان احنا مهتمين بالموضوع ده هوت
ما فيش مانع ان احنا نتزحلق في ان احنا نسيب طمرنا شوية او نتنازل على مبادئنا شوية او ما فيش مشكلة ان انا انافق شوية او ان انا اقول كلمة كده ملهاش لازمة علشان حب المال. ابونا انت عارف ده مصلحة، مصلحة ما ينفعش. العصارات المادية، حب المال، وطبعا دخل معاها حب الامتلاك وحب الاقتناء، وفي ناس بتحب تغير الموبايل كل فترة، عصارات مادية. في ناس تحب تغير كل شوية عفش البيت او تغير على طول حاجات، اصلي فلانة جابت مش عارفة ايه فاحنا لازم نجيب زيها، اصلي فلان عمل ايه فاحنا لازم نعمل زيه. لا يا حبيبي، ايه اللي خلاها لازم؟ ايه اللي خلاها لازم؟ ما فيش حاجة اسمها لازم. جيب اللي تحتاجه مش جيب اللي تشوفه وتلاقيه. جيب اللي تحتاجه مش تجيب اللي تشوفه وتلاقيه. تمام؟ يبقى هنفصل عن الكسل والمشغولية، شهوة الخطية، العثرات المادية. النقطة الرابعة ومهمة جدا، ذات وكرامة شخصية. أقول لكم على حاجة، في شيطان اسمه خراب البيوت. في شيطان اسمه إيه؟ خراب البيوت. ده بيعمل إيه بقى؟ مش أنا اللي اعتذر، هي اللي تعتذر. مش أنا اللي اعتذر، هو اللي يعتذر. اسمه خراب البيوت، اللي هو ايه؟ كرامتي، كرامتي. انا عملت وسويت وانا 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 وانا. الله، طب ما هي ديت عبارة عن ايه؟ ما زاد. طب هو ايه الزاد؟ انا. طب ما ده خراب البيوت، محتاجين نسيبه علشان نقدر نوصل لربنا، محتاجين نسيبه عشان نبقى مع ربنا. يقول كده هوت كتاب المقدس، المحبة لا تطلب ما نفسها. احنا بقى قلبنا الآية، المحبة تطلب ما لنفسها. شلنا كلمة ليه؟ تطلب ما لنفسها يعني ايه؟ يعني انا اوصل بيت، يا فلانة فين الاكل، يا فلانة الحمام، يا فلانة الشاي، يا فلانة. وبعدين تقول له يا ابني انا تعبانة طول اليوم. لا، انت بتعمل ايه يعني؟ هي دي المحبة لا تطلب ما لنفسها؟ المحبة لا تطلب ما لنفسها يعني راحة الاخرين قبل راحتي، مزاج الاخرين قبل مزاجي. انت تقعدي تستريحي وانا اقوم اعمل، انت تقعد تستريح وانا اقوم اعمل. المحبة لا تطلب ما لنفسها يعني راحتك وانا اتعب، انت تستريح وانا اتعب، انت تستريحي وانا اتعب. للاسف ما بقتش موجوده في بيوتنا، المحبه لا تطلب ما لنفسها، الذات والكرامه الشخصيه. احد القديسين يقول الكرامه عامله زي ظل الشمس في بستان الروح. الكرامه عامله زي ظل الشمس، ظل الشمس. لما يبقى الظل قدامك وكل ما تمشي تلاقيه بيجري منك، عمال تجري وراه مش عارف تحصله. لما تبقى ظل وراك وطول ما انت ماشي عمال يجري وراك، الكرامة الشخصية لما تجري وراها تهرب منك. الكرامة الشخصية لما تهرب منها تجري وراك وتقول للناس عليك. الذات والكرامة الشخصية، الذات والكرامة الشخصية. انا عملت، انا سويت، انا 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 انا. حتى في البيت يجي الاب، البيت ده انا اللي عملت فيه كل حاجه، البيت ده كل حاجه انا اللي جايبها، انتوا من غيري ما تسوش حاجه. تيجي الام، هو مين بيتعب في البيت ده غيري؟ ده مين طفحان؟ اسف الكلمه، مين اللي طالع عينه غيري؟ بس ده اللي بيتقال. اوكي، طيب فين الانا موجود؟ الذات موجوده. طيب ربنا يكون موجود في البيت ازاي؟
ما بيجتمعش مع الذات والأنا. يا إما ربنا يا إما أنا، يا إما ربنا يا إما أنا، يا إما ربنا يا إما أنا. أنا أركنها على جنب وخلي ربنا البيت هيتملي محبة وسلام. اركن الأنا على جنب. تركن الذات على جنب يعني أنت تكون الأخير، وده صعب شوية. يعني تقول لا هم الأول وبعدين أنا. أحيانا أقول لكم على مثال بسيط، تخيلوا كده هوت دخلنا البيت وإحنا لسه طالعين من صيام 55 يوم في 50، ولقينا 5 شوكولاتات كادبري منهم 2 بالبوندو، هتاخد أنهي؟ هتاخد أنهي؟ لو قلت أخد البوندو يبقى في زيت، يبقى أنت أنا الأول. بلاش، لقينا تفاحتين، تفاحة كبيرة تفاحة صغيرة، هتاخد أنهي؟ الكبيرة. يبقى أنا زيت. حاجات بسيطة، حاجات بسيطة خالص بقول لكم عليها. لما أجي من البيت من برة وأقول لهم أنا تعبان، أنا تعبان، يلا جهزوا لي الأكل، زيت. لكن لما أقول استريحوا أنتم وأنا هتعب، يبقى هنا أنا بقول إيه؟ أنتوا الأول، أنتوا الأول. يبقى هنا أنا إيه؟ شلت الذات، حطيت المحبة، حطيت ربنا. يبقى انفصالات ضرورية. قلنا 4 حاجات، إيه هي؟ كسل ومشغولية، شهوة وخطية، عثرات مادية، ذات وكرامة شخصية. ذات وكرامة شخصية. ضحكت عليكم وخلصت أول نقطة اللي هي انفصالات ضرورية. نخش على نقطة تانية اسمها إيه؟ تبعية لصيقة. تبعية لصيقة برضو هناخد فيها 4 حاجات عشان تبقى الموضوع سهل كده بالنسبة لكم. أول حاجة اسمها القعدة معي. أول حاجة اسمها إيه؟ القعدة معي. تاني حاجة اسمها تسليم الحياة، تسليم الحياة. تالت حاجة اسمها الخدمة وياه، الخدمة وياه. وآخر حاجة اسمها التجرد، التجرد، التجرد. نقولهم تاني، القعدة معاه، تسليم الحياة، الخدمة وياه، والتجرد. تعالوا ناخدهم واحدة واحدة. أول واحدة القعدة معاه. إذا كنت عايز تفرح حقيقي وتبقى في علاقة حلوة مع ربنا وتخش في عشرة معاه ويسكن جوه قلبك وتبقى معاه أنت وهو حاجة واحدة، اقعد معاه. هو ينفع تقولوا أنتوا بتحبوا أبونا يعقوب وما تقعدوش معاه؟ ينفع نقول إحنا بنحب ربنا وما نقعدش معاه؟ هقول لكم على مثال بسيط. تخيل كده، اسم حضرتك ايه؟ استاذ مجدي كلم ابونا يعقوب وقال له، الو يا استاذ ابونا انا مجدي. قال له اهلا يا مجدي، ازيك يا ابني عامل ايه؟ وراح قال له على موضوع. وبعدين جه بعديها بيومين، الو يا ابونا يعقوب. قال له مين معايا؟ قال له انا مجدي. قال له اه يا ابني انا سمعت صوتك قبل كده صح. وبعدين بعديها بيومين ثلاثة جه مجدي كلم ابونا يعقوب، فبيقول له مين معايا؟ استنى ما تقولش انت مجدي. عارف صوته؟ طيب عارف صوته لما عمل ايه؟ لما اتكلم معايا. يبقى احنا نعرف ربنا ونحبه ازاي؟ لما نقعد معايا. وهو يعرفنا ازاي؟ هو عارفنا طبعا بالاسم، بس يعني يبقى في عشرة بينا. لما نتكلم معاه، نتكلم معاه، نتكلم معاه. مرة من المرات كان في راجل عنده شركات كتيرة جدا جدا، يعني عقبال عندكم قطعة شركات السيارات ومش عارف ايه، وعنده موظفين كتيرة حوالي 1000 موظف او 1500 موظف. فأبونا راح يزوره، فبيقول له عامل ايه يا ابني؟ انا عارف ان الضغط عليك كتير، ربنا يقويك وتلاقي مش لاقي وقت. قال له لا يا ابونا، انا بعمل حاجة ظريفة جدا. قال له ايه هي؟ قال له انا بصحى الصبح يوميا
الساعة 4:30 بعد ما أغسل وشي وأخد الحمام بتاعي وألبس، لازم أقعد ساعة أو ساعة ونص مع ربنا. الساعة دي بتديني القوة بتاعت اليوم كله. بعد كده أروح على شغلي، مهما قابلتني مشاكل ها بيتدخل ويحلها، ها بيتدخل ويحلها. القعدة معاه، القعدة معاه. كتير مننا يا حبايبي نيجي عند ربنا ويبقى ايه، مش فاضيين، مش قادرين. اقول لك على حكايه عشان تنبسطوا. مره من المرات في واحده خادمه راحت تزور بنت في الجامعه، وجايبه لها بوكس كده شيك ظريف، تمام، وقالت لها خدي هديه حلوه علشان انا جايه افتقدك. اول طبعا شفتها، ازيك يا مس، مبسوطه خالص انك جديلي، ومرسي على الجدو ده اهوت وعلى الهديه الحلوه ديت والكلام ده كله. قالت لها طب اشوفك بكره في الاجتماع. طبعا يا مس. وراحت نزلت المس، البنت بتفتح الصندوق لقت فيه ورد دبلان. لقت فيه ايه؟ ورد دبلان. ايه ده؟ المس جايبه لي ورد دبلان؟ مش كانت تجيب لي حاجه عدله شويه؟ انا خلاص انا مش هروح الاجتماع ده تاني علشان المس ما عبرتنيش وجابت لي. لا بس انا اعمل حاجه احسن، انا اروح واقول لها لحسن تكون غلطه ولا حاجه، اروح بكره واقول لها انت ازاي تجيبي لي ورد دبلين. راحت تاني يوم، سلام يا مس من تحت الدرس، سلام يا مس ازيك يا بنتي اخبارك عامله ايه؟ قالت لها عجبتك الهديه؟ هديه؟ هديه يا مس؟ الورد الدبلان اللي جبته لك، انت عارفه انه دبلان؟ قلت لها اه ورد دبلان. لا طب وازاي تجيبي الورد دبلان؟ قالت لها انت مش الاسبوع اللي فات قلتي لي انك بتقعدي طول اليوم تبقي مشغوله مشغوله مشغوله، وفي الاخر تيجي تقفي مع ربنا تبقي مش قادره تقفي 5 دقايق وتبقي عايزه تخشي تنامي. اهو بالظبط بالظبط انت بتقدمي لربنا الورد الدبلان ده اهوت. انت انبسطتي بالهديه ولا تقيتي منها؟ لا لا ضايقت. ده هو ده اللي احنا بنعمله مع ربنا، بنقدم له الورد الدبلان. يا ترى انت بتقدم ايه يا حبيبي؟ بتقدم الوردة وهي صفحة كده وحلوة، ولا بتقدم للورد الدبلان بعد ما خلاص مش قادر ترفع دماغك؟ ولو قدمتها، يلا ناخد اتفاق مع بعض ان احنا نحاول نقدم له الورد الحلو المفتح الصبح بدري، حتى لو هنصحى بدري 10 دقايق، واقعد معاه وشوف البركه اللي هيديها لك، شوف النعمه اللي هيديها لك، شوف حياتك هتبقى حلوه ازاي. تمام؟ يبقى ايه اول حاجه؟ ايه؟ القعده معاه، القعده معاه. تاني حاجه تسليم الحياه. للاسف للاسف احنا كتير يا احبائي حافظين الايه حلو، ملقينا كل همكم عليه لأنه يعتني بكم، شاطرين جدا جدا وحافظين الآية حلو، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا برافو شاطرين. طب الحقيقة، الحقيقة أنا باجي ربنا وأقدم الطلب بتاعي، أقول له يا رب أنا عندي مشكلة، وبعدين مخي يقعد يود ويجيب، يا رب تصرف، وبعدين لو اتأخر شوية أنت بتحبنيش يا رب. اسهل كلمه، انت ما تحبنيش يا رب. يا حبيبي ده انا مستني، ده انا مستني هدي لك حاجات حلوه، انا مستني افرح قلبك، اصبر شويه عليا. لا 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 لا، انت لو بتحبني صحيح كنت عملت لي الطلب. طب انت يا حبيبي مسلم الطلب بتاعك لملك الملوك ورب الارباب، لسه عايل الهم؟ لسه شايله؟ سلمته له بجد ولا مجرد كلام؟ ولا ما سلمتوش اساسا؟ تسليم الحياة. أبقى عايل هم الولاد والبنت في ثانوية عامة، والواد شغل، ويا ترى هتتجوز ولا لأ، وهيلاقي شقة ولا لأ، عايل هم، عايل هم الصحة، أنا لما أتعب هبقى عامل إزاي، يا ترى في حد يهتم بيا لما أبقى وحيد هبقى عامل إزاي، طب في ممكن حد، أنا بعد كده ممكن محدش يسأل عليا، طب أخلي معايا فلوس احتياطي. فين تسليم الحياة؟ فين
انا واثق ان انت معايا يا رب، انا واثق انك بتدبر كل امور حياتي، انا واسرتي وولادي وبناتي ملك ايديك، انت اللي ماسك البيت، انت اللي هتدبر لهم كل امورهم، انت اللي هتفرح قلبهم. اذا انت فتحت للخير واذا قفلت برضه للخير، يعني حتى لو ما جاش العريس لبنتك للخير، حتى لو الشغل اتاخر شويه لابنك للخير، للخير. مش عرفك، ما ممكن اللي انت طالبه ده مش حلو. اقول لك على حكايه. مره ولد صغير كان ماشي مع ابوه، وبعدين ماشيين بيتمشوا في جنينه كده. الولد الصغير ده بيحب المانجا قوي، بيحب ايه؟ المانجا قوي. شاف شجره كده فيها مانجايه خضره كده جميله. بابا، نعم يا حبيبي، عايز المانجا ديت. ابوه بص كده لقى المانجا خضره لسه ما استوتش، لكن ضرب بعينه قدام شويه لقى مانجا دنيا برتقاني حلوه نازل منها العسل. قال ايه، بدل ما اجيب لابني المنجايه الخضراء اجيب له المنجايه البرتقان اللي فيها العسل. فقال له حاضر يا حبيبي. طب هاتالي يا بابا، استنى بس شويه. انت ما بتحبنيش يا بابا، ما بتحبنيش يا بابا، ما بتحبنيش يا بابا، انت لو كنت بتحبني كنت جبت لي المنجايه دهيت. الولد مش شايف المنجايه اللي قدام. كتير بنعمل كده مع ربنا، نطلب منه الطلب وهو شايل لنا حاجه احسن. انت ما بتحبنيش يا بابا، انت ما بتحبنيش يا بابا. لو كنا مكان يوسف الصديق ساعة لما كان في السجن وقعد فيه سنتين، كنا نقول ايه؟ ربنا ما بيحبهوش، ده مشي معاك يا رب ومرضيش يعمل خطية، بس انت ايه، ما انصفتوش، ده دخل السجن. وحتى كمان لما قال للسائي افتجرني عند الملك نسيه، انت ما بتحبوش يا رب. اتاري ان ربنا شايله حاجة احسن، لانه لو السائي كان افتجره كان هيطلع الشغل عبد تاني، هيدور له على شغل. ربنا شايل له الشغل معاه، عايز يطلعه وزير ويغير الكون كله عشان خاطر ابنه، يخلي الملك يشوف حلم مش عارفه سبع بقرات وسبع بقرات وسبع قمح وسبع قمح وسبع سنين جوع وسبع سنين. ايه يا رب ده كله عشان خاطر يوسف ابني؟ يشق البحر عشان خاطر ولاده، يدخل في الادون عشان خاطر ولاده، يسد افواه الاسود عشان خاطر ابنه دانيال، يبقوا الاسود بوسيكات، تسليم الحياه. يبقى ضحكت عليك وقلت نقطتين. النقطه الاولانيه ايه؟ القعده معاه وتسليم الحياه. ثالث نقطه في التبعيه اللصيقه اسمها الخدمه وياه. الخدمه ويا ربنا تفرح يا حبايبي، الخدمه ويا ربنا تفرح، تفرح القلب. وإذا كنت مش عارف تكون مريم وتقعد تحت رجليه، خليك مرسى واخدمه، وهتيجي تبقى برضو جنبه وصح برضو. إذا كنت مش عارف تكون مريم وتقعد تحت رجليه تسمع كلامه وتقعد في عشرة معاه، أهو خليك مرسى، مفيش مشكلة، اخدم اخدم حلو برضو، أديك جنبه. فرح قلب الناس هتفرح، اسعد الناس هتسعد، هتفرح وتحس بعمل ربنا لما تبسط حد تعبان، هتفرح وتحس ان ربنا معاك لما تزور حد مريض. ويا سلام بقى كمان لو كان طريح فراش وانت بتحميه، اذا كان راجل يحميه راجل واذا كان ست تحميه ست. يا سلام لو واحده ست كبيره وتعدي عليها كل يومين كده تقول لها ايه، مش عايزه حاجه جايبه لك من السوق، تروحي جايبه لها كيلو القوطه ولا كيلو خيار، تقعد تدعي لك نص ساعه، ترجعي كده فرحانه كده مزقططه، تقولي يا سلام يا رب ده انت مفرحت قلبي النهارده. الخدمه وياه، خدمه وياه تفرح، تخليك لازق فيه، وكل ما تخدم اكتر تلاقيك نفسك عمال تحبه اكتر وعايز تلزق فيه اكتر. يبقى تبعيه لصيقه، لصيقه، تمام. يبقى قلنا ايه؟ القعده معاه، تسليم الحياه، خدمه ايه؟
التجرد. اقول لكم على حكايه الاول قبل ما اقول الحكايه، اقول لكم على قول للانبا تقريبا اغسطينوس: جلست على قمه الحياه عندما لقيه لا اريد شيئا من الحياه، على قمه العالم عندما لا اريد شيئا من الحياه ولا اريد شيئا على الارض. تقريبا مش فاكر القول بالظبط، بس ممكن ابونا يبقى يصلحه لنا في الاخر. تمام. جلست على قمه العالم عندما لا اريد شيئا من الارض. التجرد. احكي لكم حكايه. مره من المرات اب كاهن راح يفتقد ست ارمله غلبانه، وسمع انها يا عيني ما عندهاش حاجه، فرايح يقول لها: يا ست يعني اذا كنت عايزه حاجه ولا اساعدك بحاجه او اديك فلوس او ادبر لك اكل ولا حاجه. المهم دخل ابونا لقى الشقه بتاعتها اخر حلاوه. هقول لكم، نمره واحد هي اوضه واحده وعلى الاسمنت او الطوب يعني، والارضيه اسمنت. السرير بقى، السرير عباره عن مصطبه كده وعليه ملايه. الدولاب عباره عن سبتين فاكهه، سبتين، عارفه السبت اللي هو بيبقوا فيه القطه، والسبت حاطه فيه الجلابيه الشتوي وسبت حاطه فيه الجلابيه الصيفي. المطبخ البوتاجاز اربع عيون عباره عن حجر وحجر وحجر وفي شويه خشب. مبسوطه خالص. والطبق وهو عندها طبق واحد. فابونا لما لقى حالتها كده بيقول لها: يا ست مش محتاجه حاجه. بصوا بقى الكلام. ايه يا ابونا؟ الست بتقول: ايه يا ابونا؟ طبعا بعد الاول لما رحبت بيه خطوه عزيزه: يا ابونا ده احنا زرنا المسيح، اهلا وسهلا يا ابونا، ازيك يا ابونا. وتقعد تمسح له الكرسي كده، هات مش كرسي، التكه اللي هي اللي بتنام عليها يعني، بالجلابيه بتاعتها: اتفضل يا ابونا اقعد. فبيقول لها: ابونا مش محتاجه حاجه يا ست. قالت له: ايه يا ابونا؟ هو عشان انتوا كنيسه يعني هنستغلكم؟ نعم. هو بطر ولا ايه؟ بطر هنتبطر على النعمه؟ ما انت شايف اهو كل حاجه موجوده. ابونا مشي مع ايدها يعني بيتفرج على البانوراما يعني، كل حاجه بيبص يعني فين اللي كل حاجه، كل حاجه موجوده. التجرد في منتهى السعاده. وبعدين لما جه ابونا يمشي راحت استلفت جوزين دره من الست اللي جنبها، قالت له: خد الدره دي حلوه يا ابونا عشان تعمله للولاد، تدهوله. التجرد يخليك مبسوط، يخليك فرحان، يخليك عايش مع المسيح. اذا كنت يا حبيبي عايز تكون في ليفل عالي انت مش مع المسيح، لان المسيح لما جه في مزود البقر وجه بقى اخر الكل، وبقى لما حب يدي لتلاميذه ترس غسل رجليهم: انزل عند الرجلين واغسل الرجلين تبقى جنب المسيح، فوق مش جنب المسيح، تحت جنب المسيح. التجرد. يبقى ايه؟ ضحكت عليكم وقلت الاربع حاجات بتوع التبعيه اللصيقه، حد فاكرهم؟ القعده معاه، تسليم الحياه، الخدمه وياه، التجرد. تغشوا؟ مش مشكلة، الغش في الحالات دي حلال. آخر نقطة، مكافأة إلهية. طب أنا هعمل ده كله وبعدين؟ مكافأة إلهية. برضو هنتكلم في أربع نقط في المكافأة الإلهية، تمام؟ النقطة الأولانية اسمها إحنا معاه وهو معانا، دي أول مكافأة. تاني مكافأة فرح لا ينطق به ومجيد، تبقى فرحان طول ما انت مع ربنا، تبقى فرحان. يبقى اول حاجه احنا معاه هو معانا، تاني حاجه فرح لا ينطق به ومجيد، تالت حاجه سما ملهاش مثيل.
بيقول لك ده بنقول احنا دايما ايه في اوشيه الراقدين، ما لم تراه عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر ما اعده الله لمحبي اسمه القدوس. سما ملهاش مثيل، سما ملهاش مثيل، سما ملهاش مثيل. يبقى نقولهم تاني عشان لسه نقول رابعه، احنا معاه وهو معانا، فرح لا ينطق به ومجيد، سما ملهاش مثيل، واخر حاجه بركات على الارض كتير، بركات على الارض كتير. طب دي جبتها من عندنا دي؟ لا، موجوده في الكتاب المقدس. بطرس كده حب مره يسال سيد المسيح، يقول له ايه يا رب المجد؟ قال له نعم يا بطرس يا حبيبي. قال له انت عمال تقول ايه الوكيل ومش الوكيل والناس اللي مشيت معاك وبتاع، طب احنا بقى يا عم، هو مالوش كده بس انا اللي بقول يعني، ها نحن تركنا كل شيء وتبعناك، هناخد ايه بقى؟ هنطلع بايه ده؟ يقول له كده كل من ترك ابا او اما او اخوه اخوات او زوجه او امراه او اولاد لاجلي ولاجل اسمي ياخذ الحياه الابديه وما الضعف، ياخذ 100 ضعف على الارض والحياه الابديه. يعني الموضوع مش في السماء بس، ده كمان في بركات في الارض كتير، بركات في الارض كتير. ابونا الانبا انطونيوس ساب ايه؟ ساب 300 فدان، وساب اخته، وساب الجواز، وساب الهنا والسعاده والسرور. طب اسالكوا سؤال، حد يعرف دلوقتي ابونا الانبا انطونيوس عنده كام ولد؟ من سنة 300 لغاية دلوقتي، ربنا يديمها نعمة وبركة. عنده كم فدان ما نعرفش، بس عنده في كل مكان، في كل حتة في مكان، لسه في دير في الأمطونيس في أمريكا ودير مش عارفة فين. تمام، كل واحد تسيب حاجة عشان ربنا، إذا كان ما بينساش كوباية المية هينسى الساعة اللي انت مفضي فيها نفسك عشان تزور حد مريض، هينسى الساعة اللي انت مفضي فيها نفسك عشان تعمل خدمة، هينسى الوقت اللي انت مفضيين في نفسك عشان تاخدوا كلمة ربنا، مش هينسى، هيديك بركات كتير. يبقى المكافأة الإلهية هو معانا واحنا معاه، وبعدين فرح لا ينطق به مجيد، سما ملهاش مثيل، وبركات على الأرض كتير. انا مش عارف اذا كنت طولت عليك ولا لا، بس انا اخدت بركه منكم اراجع معاكم النقط قبل ما نمشي. اول حاجه احنا اتكلمنا على 3 نقط اساسيه اسمها ايه؟ انفصالات ضروريه، تبعيه لصيقه، مكافاه الهيه. الانفصالات الضروريه اتكلمنا على 4 نقط فيها، ايه هما؟ كسل ومشغوليه، شهوه وخطيه، وعثرات ماديه، وذات وكرامه شخصيه. النقطه الثانيه اللي هي التبعيه اللصيقه قلنا فيها ايه؟ القعده معاه، تسليم الحياه، الخدمه وياه، والتجرد. اخر حاجه كانت المكافاه الالهيه، كانت احنا معاه وهو معانا، فرح لا ينطق به ومجيد، سما ملهاش مثيل، وبركات على الارض كتير. ربنا يعمل في هذه الكلمات لمجد اسمه، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.